دعوة بالتدخل الفوري وجهها متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد إلى المجتمع الدولي، داعين لحمايتهم من عمليات القتل والقمع والاختطاف على حد قولهم، واختيار مرشح مستقل لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي. كما شهد اليوم تعبير المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني عن رفضه القاطع لفض الاعتصامات والتجمعات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة بالقوة، مشددا على موقفه بضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضا وشعبا، وداعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا هو الآخر لمظاهرة شعبية حاشدة في بغداد بعد فشل السياسيين في الاستجابة لمطالب المتظاهرين. الرئيس برهم صالح كان قد أمهل الكتل النيابية حتى الأول من فبراير المقبل لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلقى ردا من الكتل. كما شهد الأسبوع الماضي استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لفض ساحات الاعتصام، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين، ليصل إجمالي ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 600 قتيل. يأتي هذا بينما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الإرهابية في صلاح الدين، حيث أعلنت في بيان لها عن القبض على 2 من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، وهما من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الإرهابية.